السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اخيرا رجعنا اليوتيوب، اخيرا والله. السحبة هذه مرة صارت طويلة، 3 أشهر ما ادري 4 شهور. المهم خلونا في مقطع اليوم. مقطع اليوم عبارة عن تحدي من اقوى التحديات. انا معلوماتي في المنتخبات ضعيفة جدا، فالتحدي اليوم عبارة عن ايش؟ تخمين. راح يعطيك تشكيلة زي كذا ويقول لك خمن ايش هذا المنتخب. انا ضعيف جدا في هذه الامور، ولكن قبل ان نبدا في المقطع انزل تحت واضغط على زر اللايك واشترك في القناة اذا ما انت مشترك. طبعا قبل ان نبدا في التحدي راح يكون في عقاب، فمين راح يحدد العقاب؟ انتم. اذا غلطت في 5 تشكيلات من 30 تشكيلة رسميا راح يكون عليه عقاب، وانتم اللي راح تحددون. خلينا نبدا في التحدي، ليتس جو. يلا اوكي، نشوف اول تشكيله. الحارس مدريدي كورتوا، ما في الا هو يعني من الحارس، يعني اكيد كورتوا. بلجيكا، بلجيكا تشكيله المنتخب البلجيكي. اوكي، هنا شكلها حق كاس العالم 2022 هذا، لان شوفوا على اليمين في حق المنتخب، شوفوا على اليمين هنا. حلو حلو، عرفنا، حلو كويس. هذا من هذا من تشكيلة ثانية كذا مرة صعبة. أرجنتين، ميسي، ميسي فوق هنا، ميسي ميسي ميسي، يا سلام ميسي، يا سلام والله جبتها. أرجنتين، حلو. التشكيلة الثالثة، يا ساتر، من هذا؟ راس حربة اللي يلعب مع الباير. أوه، بولندا 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 بولندا، ليفاندوسكي، عرفته من ليفاندوسكي، بولندا. يا سلام يا سلام يا سلام، حلو. اللي بعده اللي بعده، من هذا؟ حارس تشيلسي، حارس يعني مندي، اوكي. وعلى اليسار، اوه السنغال، السنغال عرفته من ساديو ماني على اليسار، ساديو ماني، حلو. السنغال، المنتخب السنغالي، حلو كويس كويس كويس. يلا المنتخب الخامس، يا ساتر وش هذا؟ البرتغال، البرتغال، بس الحارس كيف؟ البرتغال كريستيانو راس حربة صح؟ البرتغال، البرتغال والله جبته بالحظ، ورب الكعبة بالحظ. طب الحارس يلعب مع روما هو ولا كيف؟ المهم التشكيلة اللي بعدها هذه صعبة، في لاعب ريال مدريد تشيلسي. اوه كرواتيا، كرواتيا صح ولا كرواتيا؟ يب كرواتيا يا جماعة، عرفتها من مودريتش وكوفازيتش. حلو حلو، يلا نستمر. التشكيلة السابعة، وش هذا التحدي سهل؟ الحارس ليفربول إليسون، اوكي عليسا. البرازيل البرازيل، سامبا سامبا البرازيل، سامبا البرازيل، سامبا البرازيلية. حلو 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 حلو، يلا يلا نكمل كمل كمل كمل. إشبيليا على اليمين، باريس، المنتخب المغربي، يب 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 يب، المنتخب المغربي، ياسين بونو الحارس، ياسين بونو الحارس، منتخب المغربي. يا سلام، كل التوفيق للمغرب وجميع البلدان العربية. اتلتيك بلباو، برشلونة، اسبانيا، اسبانيا ممكن، اسبانيا ولا واحد مدريد، عرفت من ولا واحد مدريد؟ اسبانيا، يا سلام يا سلام، لان ولا واحد مدريد استدعوه. هذه يا ساتر وش هذا؟ يا ساتر من هذا؟ وال في لاعب ريال مدريد بس ما ادري من، ايش المنتخب هذا؟ يا يوفيتش، يوفيتش ما ادري شو اسمه. يا اول غلط، اول غلط، يا ساتر. لا لا، سيتي، سيتي، انجلترا، انجلترا ممكن، ايوه انجلترا، انجلترا، انجلترا من هاري كين، هو راس حرب الوحيد بس هاري كين. حلو انجلترا، يا سلام. تشكيله 12، يلا اللي بعده. طبعا 30 تشكيله، حلو. ريال مدريد، برشلونه، ديس امريكا، لا وش امريكا؟ مو فرنسا، من؟ والله ما ادري، لا ثاني غلط، لا لا ارجواي، يا ساتر يا ساتر ارجواي، والله ثاني غلط، ثاني غلط، ثاني غلط. برشلونة على اليمين، الحارس امريكا، امريكا، بوليزيتش على اليسار فوق، بوليزيتش، حلو امريكا، حلو 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 حلو. يلا ثاني غلط، ثاني غلط، يا رب يا رب. ما الباير، المانيا، هذه المانيا، انا اشجع المانيا على فكره، فاعرف كل لعيبه المانيا. بس توني كروس اعتزل على فكره، هم حاطين توني كروس بس هو اعتزل دوليا، ما ادري ليش حاطينه يعني. المهم المانيا، انا اشجع منتخب المانيا فاكيد راح اجيبه يعني. اياكس امستردام، يا ساتر من هذا؟ كولومبيا ولا فريق افريقي من؟
كاميرون يا الله. هيا شوف لك وش عرفني انا بهذا، وش عرفني ولا الفرق ما اعرفها اصلا. هذا رابع غلط الحين، ممكن رابع غلط. وش رابع غلط؟ لا يابان يا، وش دراني انا باليابان يا اخوي؟ شو هذا التحدي هذا؟ تشكيله 17 والله ما ادري. كوبو الصين ممكن، الصين ولا ايش دراني؟ والله ما اعرف الصين، انا بقول الصين. اوكي ويلا خامس غلط، ورسميا العقاب صار بيدكم. المهم نكمل. ما اعرف تركيا، انا بقول تركيا. ايوه تركيا صح، تركيا. كندا يا الله. سادس غلط برشلونة فالنسيا. يا الله من هالاند يا من يا اخي. هولندا انا ما اعرف هولندا. المنتخب القطري، منتخب قطر. ايوه معز علي يا جماعة، العقاب صار بيدكم. والله صار بيدكم الحين، انتم بتعاقبوني. ياب منتخب قطر 21. المنتخب التونسي سهلة جدا، عرفتها من يوسف العيسار، جناح يسار، عرفتها. منتخب التونسي، كل التوفيق للمنتخبات العربية جميعها. يا الله خلاص العقاب صار علي، الله يستر من عقاباتكم، الله يستر. طب هذا من؟ شمايكل مع من هو؟ شمايكل مع من؟ لا انا ضعت جماعة، انا رسميا ضعت. ما اعرف وش هذا يا عمي. يجيبوا لي اندية ما اعرفها اصلا. مصر؟ لا مو مصر، اي مصر؟ مصر ما تأهلت اصلا. هاي شوف غانا. المهم يا جماعة نروح تشكيلة 29 على طول، لانه خلاص رسمية العقاب صار علي. ها هذه تشكيلة 29، شوف يحطون لك المنتخب الفرنسي، مبابي قدام وعنده بنزيمة والدفاع، يعني اكثر تشكيلة ممكن اعرفها حطوا لك يا اخر شيء عشان يقهرونك. بس زي ما قلت لكم اكتبوا لي عقاباتكم تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله في المقطع الجاي راح اسوي عقاب من العقبات اللي انتم قلتوا لي اياها. وبس والله هذا كان مقطعنا اليوم، شكرا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.